نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغو الأشواق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ طيب الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ محاضرة أدفانسد جافا. في الحقيقة يعني أنا حاطط prerequisite للكورس دوت، يعني المفروض يكون عندك فكرة عن الجافا، يعني عملت coverage دي، عارف عن ايه data types، تعرف تعمل if statement، while loops، selection، تعرف تعمل input output. أنا في الحقيقة هستخدم كتاب اللي هو خاص ب ليانج، وهو اسمه Introduction to Java Programming Comprehensive Version H Edition لدانيال ليانج. يعني نحاول إن إحنا نعمل coverage لأول 4 شابتر لو إحنا ما عندناش فكرة عن الجافا للناس اللي هي حتى هتسمعنا على اليوتيوب. طبعا الناس اللي ممكن تستفيد من الكورس دوت طلاب أو خريجين من كلية حاسبات، كلية هندسة، معاهد التكنولوجيا، يعني طيب إيه اللي ممكن نستفيد؟ يعني ليه الكورس ده بالذات يعني نستخدمه؟ أول حاجة يعني معظم أي برنامج هيتعمل برنامج معقول، برنامج يعني اسمه برنامج غير الهلو وورلد، محتاج حاجتين، محتاج داتا ستراكشر، محتاج الجوريزم. ايه هو الالجوريزم؟ هو عملية ستيب باي ستيب لحل مشكلة معينة خطوة بخطوة. طب وايه الداتا ستراكشر؟ الداتا ستراكشر دي تنظيم الداتا في الميموري، تنظيم الداتا في الميموري. انا في الكورس ده عايز اغطي الداتا ستراكشر خصوصا اللي هي موجودة في الجافا اللي هي بيلت ان عشان نستخدمها في البرامج. وغالبا لما هتعمل برنامج وتفر البرنامج ده في اي دومين هتلاقي بنسبة 100% انت بتستخدم داتا ستراكشر اللي موجودة في الجافا. طبعا لو احنا بصينا على الداتا ستراكشر ممكن نبص لها بطريقتين، يعني هاو تو بيلد وهاو تو يوز، يعني ازاي انك انت تبني داتا ستراكشر او انك انت تستخدم داتا ستراكشر. احنا هنركز في الكورس ده ازاي ان احنا نستخدم داتا ستراكشر. فانا هحاول اغطي المعلومات والاجزاء اللي انت المفروض تعرفها عشان تفهم الداتا ستراكشر اللي هي موجوده في الجافا. طيب برضو نقول ليه جافا؟ انا كنت عايز اقول لكم ليه جافا. انت بعد الكورس ده عشان انت برضو يعني هل الكورس ده هو اخر حاجة في الطريق؟ لا، انت المفروض تدرس عشان تبقى يعني جود بروجرامر، المفروض تدرس algorithms، analysis and design algorithms، وده مقترح ان شاء الله كورس يبقى بعد الكورس دوت. محتاج different area زي مثلا
عايز تطبق الكلام دوت اللي انت اتعلمته في النتوركينج، في الداتابيز، في الاوبريتنج سيستم، وات ايفر الارياز اللي انت عاوزها. فطبعا محتاج شويه نوليدج عن الايه الحاجات دي. طب ليه جافا بالذات؟ جافا بالذات طبعا هي دومينيتد البروجرامينج لانجويج من فتره طويله، يعني هي السيده من فتره طويله. وجبت لكم يعني سناب شوت كده من الاندكس بتاعت البوبولاريتي بتاعت البروجرامينج لانجويج. زي ما انتم شايفين هنا من سنه 2002، من سنه 2002 شايفين الجافا اللي هي اللون الاخضر ده هي اعلى بروجرامينج لانجويج واخده بوبولاريتي. طبعا ده من 2002 لحد دلوقتي، يا دوب مثلا السي بتعافر معاها شويه هنا في الفترة الأخيرة ديت، إنما برضو الجافا ليها بيبولاريتي أعلى. طبعا شايفين هنا السي بلس بلس يعني نازلة شوية، البايثون يعني تحت خالص، الأوبجيكتيف سي، البي اتش بي يعني، الروبي احتمال تطلع شوية. فهنا لو هنقعد نقارن، شايفين إن الجافا most popular يعني عن البروجرامينج لانجوج الثانيه، يعني ليها شعبيه اكتر يعني. طيب ف ده انا بقترح ليه جافا. وبرضو يعني انت المفروض لو بنتكلم بصفه عامه، انت محتاج تعرف بروجرامينج لانجويج تبقى عامله هي البيز بالنسبه لك، زي انت بتتكلم عربي، فاهم عربي كويس قوي، بعد كده ممكن تروح لاي بروجرامينج لانجويج تاني. فانا نصيحتي ليك ان هي جافا هي تعتبر اكاديميه، هتعلمك يعني ايه بروجرامينج، خليك شاطر فيها قوي، اتعلمها كويس قوي، وبعد كده ممكن تحول لبايثون، سي شارب، في بي دوت نت، whatever، اي بروجرام مش ممكن تحولها بسهوله، بس افهم جافا كويس قوي، حاول تكرر كل التوبكس اللي فيها، او يعني معظم التوبكس اللي فيها. انت برضو محتاج عشان برضو تبقى يعني جود بروجرامر، محتاج بعد الكورس ده، او حتى يعني ممكن يكون انت عندك باك جراوند في الماث، ما عندك باك جراوند في الستاتستكس، محتاج حتى انك انت تعمل ريفرش ليها دايما، لان معظم الدومينز بتستخدم ماث او ستاتستكس. طيب انا النهارده هبتدي اعمل ريفيجن على الميثود، وزي ما قلت لكم انا هستخدم كتاب بتاع اليانج، انتدكشن تو بروجرامينج، دي كومبرهنسيف فيرجن. ميزه الكتاب يعني طبعا ما فيش كتاب يخلو من عيوب، بس ميزه الكتاب ان هو فيه براكتس كتيره جدا، هتعرف ايه الفرق بين الكونسبتس بعضها ببعض يعني. فطبعا لو انت عندك الكتاب بيبقى كويس جدا، وهو متهيألي فيه فيرجن في النت. طيب هنبتدي نتكلم على الميثود، وليه الميثود بالذات، معناها ايه ميثود. الميثود دي عباره عن كوليكشن اوف ستيتمنتس، وهدفها ان هي بتعمل تاسك معينه. ففي نوعين من الميثود طبعا، ميثود ممكن انت تعرف ميثود، تعمل ميثود تبقى تستخدمها بعد كده، او في ميثود موجوده اوريدي في الجافا، زي مثلا في كلاس اللي اسمه ماث، في حاجه مثلا سكوير روت، في الباور، دي بيلت ان ممكن انت تستخدم. طب ليه ميثود؟ ما ممكن نكتب كود والكود دوت يبقى طويل جدا ونقعد نعيد في الكود لا طبعا. احنا لو انت عايز تعمل ريوز للميثود دي، افرض مثلا بتعمل ميثود للماكسيمم، ماكسيمم بتختار ماكسيمم بتوين تو نمبر، وهتحتاجه كتير في البرنامج، فبدل ما كل شويه تعمل تشيك مين اكبر رقم، انت ممكن تعمل ميثود اسمها ماكس مثلا، وتعمل لها كول كل ما تعوز تستخدمها.
طيب برضو فيها هايدنج للانفورميشن، انك انت لو انت عايز تعمل انفورميشن هايدنج ان اليوزر ما يشوفش الكود دوت او يستخدم الميثود بدون ما يخش في التفاصيل دي، طبعا الميثود بتفيدك بتريديوس طبعا كومبلكسيتي وتزود الريدابيليتي بشكل واضح. خلينا نشوف الميثود ازاي اكتب ميثود في جافا. يعني هنا مثلا بستخدم كلمة public وstatic، دول بنسميهم modifier وهنتكلم عليهم بالتفاصيل في شابترز بعد كده. الريتيرن تايب الخاصة بالميثود ميثود نيم، وتبقى عاملة زي الايدنتيفاير. يعني ايه زي الايدنتيفاير؟ ده الفاريبل نيم، يعني ما فيهاش مثلا سبيشال كاركتر، ما فيهاش ايكوال، ما فيهاش بلس، ما فيهاش سبيس، ايدنتيفاير يعني. وبارامتر، والبارامتر ديت لو موجوده بنحطها هنا، هو بالديفينيشن بتاعتها بنسميها فورمال بارامتر، وبعد كده بتكتب البادي اوف ذا ميثود. طبعا ممكن الاقي ميثود بترجع اي داتا تايب، زي ما احنا عارفين الداتا تايب مثلا ممكن تبقى انتجر، فلوت، وات ايفر. طب لو مفيش داتا تايب هترجع بيها بنسميها void، يعني ما بترجعش ما بترجعش الداتا تايب، ما بترجعش الفاليو. والريتيرن هنا طبعا بنستخدمها لو هي سواء كانت بترجع بداتا تايب او ما بترجعش داتا تايب، بتستخدم الريتيرن. ودي اوبشن، بس مش اوبشن لو في داتا تايب هترجع بيها. يعني لو في داتا تايب هترجع بيها يبقى لازم تقول ريتيرن وتقول فاليو. مفيش داتا تايب دي اوبشن، ممكن تقول ريتيرن بدون اي داتا تايب او ما تقولش ريتيرن خالص. هنشوف امثله ونحاول ان احنا نتعلم منها. طيب اكزامبل للميثود هنا مثلا دي موديفاير زي ما قلنا بابليك وستاتيك، وهنتكلم عليهم برضو بالتفصيل قدام شويه. الميثود ديت بترجع بانتجر، دي الريتيرن تايب بتاعت الميثود ديت. اسم الميثود ديت ماكس، دي الميثود نيم. ليها اثنين فورمال بارامتر، نمبر 1 ونمبر 2، كلهم من نوع الانتجر، دول البارامتر ليست. من الماكس من اسم الميثود لحد الاخر بارامتر ده بنسميه ميثود سيجنتشر، وهنتعرض ليه بالتفصيل. ايه الميثود سيجنتشر؟ مهمه جدا. ميثود سيجنتشر هي فيها اسم الميثود والبارامترز بالنوع بتاعها ايه، وده البادي الخاص بالميثود. طب ازاي نعمل انفوك للميثود ديت؟ اعمل انفوك بالطريقه دي، اقول مثلا ماكس اوف اكس اند واي، واكس اند واي ديت دول فاريبل من انتجر، نوع انتجر، وليهم فاليوز. والريتيرن تايب هتتحط هنا في الزد. اكس واي دول بنسميهم اكتوال بارامتر او ارجيومنت، اكتوال بارامتر او ارجيومنت. هو الماوس مش واضح، يعني الماوس واضح هو بيتحرك مش واضح. اوكي طيب طيب انا اسف، يعني نشرح الجزء ده تاني. طيب هنا كده، هل هنا كده واضح ال مفيش حاجة برضو واضحة؟ طيب السيجنتشر حاضر. بوينتر اوكي كده كده البوينتر واضح. ها تمام طيب الحمد لله. تاني نشرح تاني ال نشرح تاني خلاص معلش انا اسف. عندنا اسم الميثود، اسم الميثود اللي هي ماكس. اوكي ناخد من الاول البابليك والستاتيك، دول بنسميهم موديفاير وهنتكلم عليهم بالتفصيل، بس يعني قول كده مؤقتا ان اي ميثود هتبتدي بابليك وستاتيك مؤقتا يعني، وبعد كده هنقول التفصيل بتاعتها ايه. بعد كده الداتا تايب اللي هترجع بيها الميثود، داتا تايب اللي هترجع بيها الميثود اللي هنا ايه؟ انتجر. واضحه؟ طيب
اسم الميثود اللي هي ايه؟ ماكس. اسم الميثود لازم يبقى ايدنتيفاير. يعني ايه ايدنتيفاير؟ يعني زي الداتا ميم، زي الداتا تايب، الفاريبل داتا تايب، ان هو ما فيهوش سبيس، ما فيهوش سبيشال كاركتر، الكلام ده. من اول اسم الميثود والبارامترز اللي هي بنسميها فورمال بارامترز، دول مع بعض اللي هو المربع ده، شايفين المربع ده من اول هنا لحد هنا، ده بنسميه سيجنتشر، ميثود سيجنتشر. اوكي، يبقى هنا الميثود سيجنتشر فيها ايه؟ فيها البارامتر ليست وفيها اسم الميثود، فيها البارامتر ليست وفيها اسم الميثود. طيب وصلت كده السيجنتشر ولا لسه؟ اسم الميثود اهي ماكس، والبارامتر ليست، والبارامتر ليست. طيب الحمد لله. تاني، احنا عندنا نوعين من البارامتر، فورمال بارامتر اللي هي موجوده في الميثود، واكتوال بارامتر اللي انا هعمل بيها انفوك. الاكتوال بارامتر ممكن اقول اكتوال بارامتر او اقول ارجيومنت. هنا ما بعمل انفوك للميثود من اي مكان بقى تاني، اقول ايه؟ اقول ماكس اكس وواي. ايه فين الماكس اللي فيهم؟ طيب والفاليو اللي هترجع بايه؟ هترجع فين؟ ترجع في زد. اقول انتجر زد ايكوال تو ماكس اكس وواي. طبعا مش لازم، يعني ممكن اسمي اي اسم تاني طبعا زي ما انتم عارفين، مش لازم زد يعني بالذات. طيب وهنا البادي بتاع الميثود اللي هي ايه؟ عرفت هنا الريزلت من نوع انتجر، وبقول لو الاكس، لو النمبر 1 اكبر من نمبر 2 بخلي الايه؟ الريزلت بتساوي نمبر 1. ايرث خلي الريزلت بتساوي نمبر 2، ما هو واحد من الاثنين اكبر. وبعد كده هعمل ريتيرن الريزلت. طبعا هنا ريتيرن الريزلت، الريزلت هنا انتجر ولازم يماتش مع ايه؟ مع الريتيرن تايب الخاصه بيه الميثود. هنا الريتيرن تايب انتجر، وهنا الريزلت، الريزلت نوعها انتجر. تمام. طيب تاني، الميثود سيجنتشر ده كومباينيشن من الميثود نيم والبارامتر ليست. ميثود نيم والبارامتر ليست. اوكي، الفورمال بارامتر اللي هي اللي موجوده في الهيدر ديت، اللي هي في البارامتر ليست دي، بنسميها فورمال بارامتر. اوكي، الاكتوال بارامتر اللي انا بعمل بيها كول للميثود. طيب والريتيرن فاليو، الريتيرن فاليو نخلي بالنا ان هي الريتيرن فاليو لازم تبقى ماتشد مع الريتيرن فاليو الخاصه بالميثود. هنا الريزلت تاني انتجر، ولازم الميثود تبقى انتجر. طيب هنا السلايد دي واضحه ولا مش واضحه ولا ايه؟ واضحه الميثود؟ طيب هنا ميثود المين ميثود، واللي هي برضو زي ما عارفين المين ميثود دي الانتري بوينت لاي برنامج جافا. مش عارف اعمل لها ايه. طيب يعني احاول اقرا لكم يعني اللي فيها كده ونحاول نشوفها. يعني المين ميثود، والمين ميثود دي اللي هي الانتري بوينت لاي برنامج جافا، ولازم تتكتب بطريقه ديت: public static void name و array of string اسمه whatever، اسمه ايه اللي هي arg هنا ايه. هنا عرفت i integer i equal 5 integer j equal 2، وبعدين قلت integer k بتساوي max i و j. طيب طيب هنا طبعا الكي هترجع بالماكسيمم، يا الفاليو بتاعت الاي يا الفاليو بتاعت الجي. هنا ده بيعمل كول ماكس، هنا بيعمل كول للميثود اللي موجوده هنا دي، فعمل كول. هنا عمل باس للاي، والاي راحت الفاليو بتاعتها راحت فين؟ في نمبر 1. والجي عم عمل كول
راحت الفاليو بتاعتها للنمبر 2، بقت نمبر 1 فيها الفاليو بتاعت الاي، والنمبر 2 فيها الفاليو بتاعت الجي. وهنا عمل الكومباريزون ورجع بالريزلت. الريزلت دي اللي هي برضو من نوع انتجر، اللي هي بتماتش مع الماكس اللي هي الريتيرن تايب بتاعت الميثود، اللي هنا هتيجي فين؟ في الكي، وبعد كده اطبع الرقم الكبير هو مين. يعني هنا نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس ازاي نعمل كول لميثود، ازاي نعمل كول لميثود. طيب ممكن دوت يكون تريس، مش عارف برضه هل السلايد دي واضحه شويه، متهيألي واضحه شويه عن اللي قبلها ولا ايه؟ طيب هنا اول ستيتمنت طبعا بعد الانتري بوينت اللي خاصه بال بعد الانتري بوينت اللي هي المين، الاي هنا دلوقتي بتساوي 5. تاني ستيتمنت الاي هتساوي 2. الستيتمنت ديت عايز احط فاليو في الكي، فهعمل انفوك للماكس باي وجي. الانتجر هنا عمل زي ما قلت لكم الباس، الفاليو بتاعت الاي راحت للنمبر 1، والفاليو بتاعت الجي راحت لنمبر 2 للنم 2. وبعد كده عرف فاريبل اسمه ريزلت، وعمل كومباريزون، لقى ان الريزلت بيساوي نمبر 1. طبعا ما نفذش الالس، وهنا ريتيرن الريزلت. الريزلت بتاعتها راحت فين؟ راحت في الكي، الفاليو بتاعت الريزلت عملت ماتش مع الكي. وطبعا هنا هيعمل ايه؟ اكسكيوت البرنت. طيب هنا نخلي بالنا بالنسبه للريتيرن ستيتمنت. تاني ريتيرن ستيتمنت هي اوبشنال لو هي void، يعني لو الميثود void. يعني ايه void؟ يعني ما فيهاش. احنا كلنا بنتكلم على كلاس واحد، يعني لسه ما تعرضناش على كلاسز قوي. هنتكلم ان هو دوت في كلاس واحد بس. طيب فهنا تاني الميثود اللي هي فيها ريتيرن تايب void، يعني ما فيهاش ريتيرن تايب، ممكن تستخدم ريتيرن او لا. وريتيرن هنا مش هيبقى بعديها حاجه، ريتيرن وبس. فخلي بالك هنا لو الميثود زي مثلا ساين ديت، دي فيها ايه؟ فيها بقول مثلا لو ان جريتر ذان زيرو، دي الان دي انبوت هنا بارامتر اللي سميناها فورمال بارامتر. بقول لو الان اكبر من الزيرو ريتيرن 1. طب ايلس اف لو الان بتساوي زيرو ريتيرن زيرو، else if return minus 1. فهنا مع ان دي valid، يعني الكود ده valid، بس عشان هنا اخر statement كانت if، فممكن يطلع لك syntax error، لان هو ممكن يقول لك ده في كيس ما حصلهاش coverage، في كيس هنا ما حصلهاش coverage. هو مش فاهم انك انت عملت coverage لكل الكيسز، بس اخر حاجه اخر statement لو كانت اف يقول لك هنا سينتاكس ايرور. يعني شوف البديل هنا بقول لو ان اكبر من زيرو ريتيرن 1، الس اف ريتيرن لو كانت ان بتساوي زيرو ريتيرن زيرو، الس من غير اف بقى، لان خلاص انت عملت كفرج هنا لكل الايه، لكل الحالات. يعني هنا اكبر من زيرو بتساوي زيرو، الس اكيد اصغر من زيرو، فمش محتاج انك انت تساله السؤال ده. الاف دي يعني ملهاش لازمه، وممكن تسبب لك سينتاكس ايرور. مفهومه دي؟ يعني تقالي مفهومه ولا ايه؟ مفهومه؟ طيب طيب اوكي. طيب نشوف مثال تاني. طبعا يعني دي بعد المانيبيوليشن، انت ممكن تكتب الكود ونصيحة، يعني مفيش حاجة اسمها
كود يتكتب بطريقة واحدة بس. لا، ممكن اكتب الكود بأكتر من طريقة، بس انا المفروض افهم يعني كل واحدة الأثر بتاعها ايه، يعني لو كتبت بالطريقة دي هتأثر عليا ازاي. فنشوف مثلا مثال هنا، عندي الانتري بوينت هنا اللي هي المين بينادي على ميثود اسمها average. اوكي، average ديت دي ميثود موجودة هنا اهوت، وبترجع بفويد، يعني مش لازم اكون فيها return، مش لازم يكون فيها return. بتعمل ايه الميثود ديت؟ بتاخد two integers من اليوزر. عارفين احنا الاسكانر، يعني عندنا فكرة عنها ولا لأ؟ الاسكانر، طيب الاسكانر دوت، الاسكانر ده كلاس بيساعدني ان انا اخد انبوت، اخد انبوت من اليوزر. انا عايز اخد انبوت من اليوزر، بستخدم الاسكانر ك نقول داتا تايب دلوقتي، ويعني نعديها دلوقتي ان احنا ندخلها بالشكل ده، وهنقول لكم تفصيلها بالظبط ازاي. يعني المهم، يعني سكانر ده بيلت ان كلاس، ده ديفايند اوريدي ديفايند، والاس ديت ده انستنس منه او داتا تايب منه، وده بيعمل انيشاليز للاوبجكت ده او للداتا تايب للفاريبل ده. يعني نعديها بس المره دي، نكتبها بالشكل ده وان شاء الله نخش التفاصيل فيها. اوكي، يعني الاس ديت يعني ممكن زي دي اوبشن بين، بس دي بياخدها من الكوماند لاين، يعني السكانر ده انبوت بس من الكوماند لاين. الجي اوبشن بين هيطلع لك ويندو ويستقبل منك انبوت، ده الفرق بينها وبين جي اوبشن بين. اوكي، من الكوماند لاين. طيب اوكي، فاس هنا خلاص بقى اوبجكت. لما اقول له اس دوت نيكست انتجر، يعني خد من اليوزر انبوت، والانبوت ده هيكون انتجر بالظبط. سكان وات يوزر رايت. اوكي، بس انا هنا بقول له خلي بالك اليوزر هيكتب انبوت، هيجيب انبوت انتجر، والفاليو بتاعت الانتجر دي هيخزنها في اكس اللي انا عرفتها فوق. يعني هنا اكس هتاخد الفاليو اللي دخله ايه اليوزر. تمام، ونفس الكلام بعد ما ادخل انتر للانتجر وحطها في الاكس، هاخد الفاليو ديت واعمل لها خزنها الفاليو التانية، خزنها في واي، وبعدين اجيب الافريج. والافريج ده نوع دبل، والدبل ده طبعا يعني ده فلوت، ريال نمبر يعني، وده متوقع لان انا لو هقسم هجمع الاثنين واقسمهم على اثنين، الاكس والواي واقسمهم على اثنين، متوقع هنا ان يكون دوت مش رقم صحيح، يعني اتوقع ان هو يكون رقم حقيقي. طيب، وبعد كده بطبع الايه الافريج ده، تكست افريج، وبعمل له كونكاتينيت بالافريج اللي هي الفاليو اللي انا حسبتها اكس بلس واي على اثنين. طيب اللي شايفينه هنا ان هنا مفيش اي بارامتر خالص معديه، يعني هنا عملت افريج، عملت لها كول، راح هنا اهوت خد انبوت من اليوزر وحسب الافريج وطبعه، لا في انبوت بارامتر ولا في اوتبوت بارامتر. هنا الميثود يعني لوحدها، يعني لا فيها انبوت ولا فيها اوتبوت، هي راحت حسبت الافريج وطلعته لليوزر وانتهى الموضوع على كده. طب هل في طريقه تانية ممكن اكتب بيها الميثود ديت تبقى افضل شويه، يعني حتى تساعدني ان انا اعرف اعمل لها ريوزنج؟ طيب انا ممكن ادي المين وادي الافريج. هنا المين، المين استقبل رقمين من اليوزر، استقبل اتنين انتجر من اليوزر وخزنه في اكس وواي، بدل ما هو كانوا في الافريج المرة اللي فاتت، هنا استقبلناهم في المين. طيب عايزين نحسب الافريج، هنا ممكن نكتب الافريج بطريقه تانية، هبعت لها اكس وواي، هبعت لها اكس وواي، يبقى الاكس اللي هو اليوزر دخله دوت هتروح تماتش مع الاكس دي، والواي اليوزر دخله هتماتش مع الاكس ديت، احسب الافريج واطلعه لليوزر.
يبقى دي طريقة تانية ممكن اكتب بيها نفس الميثود، هي نفس الميثود، بس هنا في كنترول شوية على الافريج، في كنترول شوية على الافريج، ان انا بعرف اديها بارامتر. طيب طب ممكن استقبل منها بارامتر؟ ممكن استقبل منها بارامتر، يعني ممكن اكتب البرنامج ده بطريقة ثالثة، ان انا اقول له ايه، ما تطبعش انت قول لي الافريج انت راجع بيها ايه، يعني خد اتنين رقمين وارجع بالافريج، ما تطبعش انت، انا هطبع او انا هسجلها في حتة تانية او وات ايفر يعني. فهنا مثلا عندي اكس وواي، وبرضه عملت لهم سكان، قابلتهم من اليوزر، خليت اليوزر يدخلهم، خزنت الاكس والواي. تمام، هنا طريقة بقى البرنت، هنا عملت ازاي؟ ناديت ال، هنا معلش هنا في سينتاكس ايرور، تلاحظوه معايا، حد يساعدني في هنا سينتاكس ايرور ولا لا؟ يعني شوف كده في ناس صاحية معايا ولا لا؟ هل هنا في سينتاكس ايرور؟ ايوه، ادي الافريج ده تكست اهو، ايوه بالظبط كده، في قوس ناقص هنا، هنا في قوس ناقص، يعني هنا عملت هنا بالظبط كده، في قوس ناقص بالظبط. طيب الحمد لله تمام. يبقى الافريج ده تكست سترينج يعني، وهعمل بلس وهنادي الميثود دي، نتيجة الميثود هتتحط هنا بعد البلس وهتطبع. اوكي، هبعت برضو اكس هنا وهتماتش مع اكس، وواي هتماتش مع واي، مش لازم طبعا يكون نفس الاسم، هنا ممكن تبقى اكس واحد وهنا واي واحد، مش لازم نفس الاسم. فاكس هتماتش مع اكس وواي هتماتش مع واي، يحسب الافريج ويعمل ريتيرن للافريج. وهنا خلي بالكم الافريج هنا دي دبل، وعمل ريتيرن ماتش مع دبل، تمام، هيحط هنا دبل وينتهي البرنامج بعد كده. مش فاهم يعني ايه تكسبت السيستم اوت، مش فاهم. اوكي طيب، دي الماكس انتجر، نيكست انتجر، نيكست انتجر دي موجودة قلنا في السكانر، موجودة في السكانر، ما هو قلنا السكانر دوت اوبجكت، يعني انا قلت يعني هنا المفروض الانبوت واوتبوت دي يكون عملنا كفرج قبل كده يعني. فالسكانر ده، ايوه السكانر ده اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سكانر، في ميثود اسمها نيكست انتجر تقبل من اليوزر انتجر وتخزنه في فاريبل، دي ببساطه يعني، وزي ما قلت لكم هنرجع لها تاني في الانبوت اوتبوت فايل في الشابتر اللي هو هيبقى رقم 9 تقريبا يعني. طيب العمليه دي بنسميها ايه؟ بنسميها باس باي فاليو، باس باي فاليو، الله يكرمك يا سيدي. باس باي فاليو يعني ايه؟ باس باي فاليو يعني انا لما نادي الميثود ب فاريبل، الفاريبل اللي انا اللي هو في اللوكال ده ما بيتغيرش، دي بنسميها باس باي فاليو. يعني ايه؟ نشوف المثال ده تاني. المثال مثلا هنا عندنا الانتري بوينت اللي هو النيم، الايه النيم، لا طبعا يعني انت هنا على حسب، يعني سؤالك ده كويس ابو مجدي، سؤال كويس جدا. الفاريبل دوت في انواع من الفاريبلز، في فاريبل جلوبال وفاريبل ستاتيك فاريبل لوكال. خلينا نقول اللوكال فاريبل، اللوكال فاريبل دوت وهنتكلم فيها في السلايد اللي جايه، بس برضه نديها نبذه كده. اللوكال فاريبل
هو الفاريبل المحلي. يعني ايه محلي؟ يعني متعرف في الميثود، متعرف في الميثود، و وانس ان الميثود او البلوك انتهى، هو انتهى من الميموري، اتشال من الميموري، يبقى اللايف تايم بتاعته خلصت. اللايف تايم بتاعته خلصت. بس يعني كلامي مش ساينتفك قوي، بس يعني ماشي، يعني يمشي الحال. مش عايز نتكلم في تفاصيل اكتر من كده. يعني وانس ان البلوك اللي اتعرف فيه الفاريبل انتهى البلوك. والبلوك احنا بنعرفه باللي هو الكيرلي براكت ده. يعني هنا عندي كيرلي براكت اهو، اللي هي بتاعت الميثود، الميثود نيم، تمام. وانس ان انا جيت لحد النهايه، كل الفاريبلز اللي هنا، بس يعني ما عدا شرط بس معين كده بسيط قوي مش هيتكرر كتير، يعني بينتهي من الميموري، ولا يبقى عندي اكسس عليه، ولا هو موجود اصلا في الميموري. يعني بصراحه في حاجه اسمها سكوب، وفي حاجه اسمها لايف تايم، بس يعني مش عايزين نخش في ديتيلز دلوقتي، خلينا ماشيين واحده واحده. طيب، why the main is static؟ والله سؤال كويس جدا جدا جدا. طيب هرد رد كده بسيط، بس برضو قدام شويه هنعرف يعني ايه static method. static method ديت يعني الميثود دي shared between object. يعني هتقولي بقى ايه هو الاوبجكت؟ لا قدام بقى شويه. او ممكن اناديها من الكلاس نفسه. يعني ايه اناديها من الكلاس؟ يعني مش محتاج ان انا اعرف اوبجكت واقول له دوت نيكست انتجر زي ما انا عملت مثلا في السكانر. يعني في السكانر اللي هي السلايد اللي فاتت دي، هنا ده اوبجكت وعرفت انادي ميثود جواه. خلاص الميثود دي نوت ستاتيك، از نوت ستاتيك، لان هي مش شيرد بتوين الاوبجكتس اللي احنا عملنا لها، اللي احنا عرفناها. يعني هنخش في تفاصيل تانية، يعني ان شاء الله هنتكلم عليها بتفاصيل. طبعا سؤال كويس جدا وسؤال محترم، بس عايز رد ان احنا هنعمل برانشنج في محاضره للكلاسز والاوبجكت، هنتكلم فيها بالتفاصيل ديت ان شاء الله. يعني خدي بس اللي هو الديفينيشن، اللي هو ستاتيك. هنا ستاتيك ميثود، ستاتيك ميثود معناها ان الميثود ديت شيرد بتوين اوبجكت، او ان انا ممكن اعمل لها كول من الكلاس دايركت، اسم الكلاس دوت اسم الميثود. فطبعا المين هنا، المين ديت دي ستاتيك، يعني انا عايز اناديها، مش عايز اعمل كرييت لسه لاوبجكت وانادي المين، انا عايز انادي المين على طول، فلازم تبقى التايب بتاعتها ستاتيك. معلش الكلام ممكن يبقى تقيل شويه، بس يعني ان شاء الله في قدام شويه هنتكلم عليها بالتفصيل. نرجع تاني اللوكال فاريبل. ايه هي اللوكال فاريبل؟ اللوكال فاريبل يعني فاريبل متعرف في بلوك، وانس ان البلوك ده انتهى، بينتهي الفاريبل من الميموري وتشال من الميموري بنسبه يعني قول 95% من الفاريبلز كده. طيب هنا احنا عايزين نتكلم على باس باي فاليو. فهنا الميثود ديت، الصوت واضح؟ طيب هنا الميثود ديت عملت كول ل ميثود تانية اسمها سواب. اوكي سواب خدت نم 1 ونم 2، عملت ايه؟ سواب عملت سواب، حطت الفاليو بتاعت البارامتر الاولاني في البارامتر الثاني. يعني هنا مثلا عرفنا تيم في ان 1. اوكي ايوه بالظبط، بدلت الاماكن. بس نخلي بالنا هنا نم 1 عملت ماتش مع ان 1، ونم 2 عملت ماتش مع ان 2. هنا بعتنا الفاليوز. طيب بعد ما بعتنا الفاليوز هنا طبعاً ايه هي الفاليو بتاعت ان 1 وايه هي الفاليو بتاعت ان 2؟ هنا طبعا جوه الميثود ديت ايه الاوتبوت، وهنا ايه الاوتبوت. يعني تخيلوا احنا
انا ده سؤال بساله يعني، عايز اعرف انتم متوقعين ايه. هنا انا ناديت عملت سواب نم 1 ونم 2، وبعدين طبعت نم 1 ونم 2 بعد عملت سواب، وجوه الميثود هنا، جوه الميثود هنا طبعت ان 1 وان 2، ان 1 اللي هي فيها الفاليو بتاعت نم 1، وان 2 فيها الفاليو بتاع نم 2. فهنا الاوتبوت اللي جوه السواب دي هتبقى ايه؟ انا بعت 1 و2، هتبقى ايه المتوقع هنا؟ هشوفكوا بقى صحيين ولا ايه؟ هيبقى هنا الاوتبوت 2 هنا. عندنا 2 اوتبوت، بس نلاحظ احنا عندنا هنا 2 اوتبوت، ها؟ هنا في اوتبوت جوه سواب وفي اوتبوت جوه المين. فانا بسأل على جوه السواب هتبقى ايه؟ هتبقى 2 و1، متفقين على كده ولا؟ 2 و1، 2 و1. طيب لا، 2 و1 مظبوط، هيحصل سواب فعلا، هيحصل سواب. اوكي طيب، يبقى دي احنا متفقين عليها، مفهومه دي. طب هنا بقى بعد ما عمل سواب وطبع، هنا الاوتبوت هتبقى ايه؟ 1 و2، مين متفق مع عبير؟ 1 و2، كل 1 و2 مين متفق مع صفاء؟ 2 و1، مين تاني؟ 2 و1، طيب خلاص اوكي. هي في الحقيقة هنا، في الحقيقة هنا بالظبط بالظبط. طيب يبقى هو الاوتبوت هنا في الميثود زي ما اتفقنا هيبقى 2 و1، انما هنا في المين هيبقى 1 و2 مش 2 و1. ليه بقى؟ لان انا بعت الفاليو، بعت عملت كوبي بس للفاليو، ما اديتلوش الفاريبل نفسه. عملت ايه؟ عملت كوبي للفاليو. فهنا مهما غيرت في الفاليوز، مهما غيرت فيها، اللي عمل كل دوت مش هيحس بالتغيير ده. ده ليه؟ وامتى الكلام ده؟ ده يحصل بس في البريمتيف داتا تايب. ايه هي البريمتيف داتا تايب اللي موجوده في الجافا؟ يعني خلي بالكم، يعني ده يحصل بس في البريمتيف داتا تايب اللي موجوده في الجافا، اذروايز ممكن يحصل تبديل وتغيير. تاني، ايه هي البريمتيف داتا تايب اللي موجوده في الجافا؟ عندنا كام بريمتيف داتا تايب؟ 8. زي ايه طيب؟ غير ما شاء الله مذاكره. عندنا انتجر اي ان تي، عندنا بايت، عندنا بايت، بايت دي بايت واحده، وشورت 2 بايت، وانتجر 4 بايت، ولونج 8 بايت، اوكي، ودبل، وعندنا فلوت، عندنا فلوت كده كام؟ 6. ايه تاني؟ في بوليان؟ في بوليان ولا مفيش؟ بوليان، نعرف البوليان؟ في سترينج، اوكي، في كاركتر، بوليان، في بوليان، يعني ايه بوليان؟ ده بوليان بتتكتب بوليان كاملة، بوليان تتكتب كاملة. يس ونو، مش يس ونو، ترو فولس. لا الري مش بريمتيف، لا احنا قلناهم، ايوه بالظبط كده، يعني نقولهم تاني، نقولهم اللي هي بريمتيف داتا تايب. عندنا اربعه انتجر، اوكي، عندنا اربعه انتجر، بايت وشورت ولونج وانتجر اي ان تي ولونج،
وحجمهم بالترتيب كده، بايت واحدة، 2 بايت، 4 بايت، 8 بايت. ده بالنسبة للانتجرز، عندنا 4 انواع بالنسبة للانتجرز. اوكي، وعندنا فلوت ودبل بالنسبة للريال، وعندنا بوليان، وعندنا سترينج، وعندنا كاركتر. اوكي، سترينج بالنسبة للجافا بريميتيف داتا تايب، ونتناقش فيها يعني، ونتناقش فيها زي ما انت عاوز. هي طبعا كلاس بس بريميتيف داتا تايب. يعني هو تعريف البريميتيف، يعني هو سؤال طبعا اللي هو ماجد ما شاء الله سؤال قوي، يعني هل السترينج بريميتيف داتا تايب ولا بريميتيف داتا تايب؟ يعني ايه بريميتيف؟ كلمه بريميتيف معناها الاتي، هو داتا تايب داز نوت ديفايند اون تيرمز اوف انذر داتا تايب. يعني داتا تايب عرفتها ليس بناء على داتا تايب ثانيه، داتا تايب عرفتها ليس بناء على داتا تايب اخرى. انت شكلك يا ماجد جاي من سي، والسي السترنج فيها از نوت بريميتيف داتا تايب، لانك انت بتعمل اريه اوف كاركتر، فعشان كده انت بتستخدم في الجافا بتستخدم سترنج وخلاص انتهى الموضوع على كده. انما في السي لما بتعرف سترنج بتعرف اريه اوف كاركتر، اتس ديفرنت يعني. طيب اوكي، طيب احنا عندنا العيشة اذنت، مش عارف انتوا عندكم العيشة بتأذن انت دلوقتي ايه تقريبا كده. لسه شوية كتير يعني، ولا يعني 10 دقايق كده، ربع ساعة، بتاع نص ساعة. طيب خير، 30 دقيقة، ربنا يرضى. طيب خير، طيب خير، خلينا نكمل. فعرفنا هنا ان هي دي باس باي فاليو، فهمنا يعني ايه باس باي فاليو ولا لسه مش واضحة؟ دي بس في الجافا لما نستخدم البريميتيف داتا تايب اللي احنا قلنا عليهم وعملنا لهم ليست ديت، دي يبقى باس باي فاليو. طيب ميثود اوفرلودنج، يعني ايه اوفرلودنج؟ ببساطة كده يكون عندي سيجنتشر ليها نفس النيم بس مختلفة، ليها نفس النيم، الميثود نيم هو هو بس البارامتر مختلف. ازاي يعني؟ يعني ممكن مثلا مختلفه في الداتا تايب او البارامترز ما شاء الله. يعني هنا مثلا ممكن يكون العدد مختلف، ممكن يكون التايب مختلف، فده بنسميها اوفرلودنج. طب نشوف مثال ليها. يعني هنا مثلا عندنا الميثود مين ديت بتنادي على ماكس، بس هنا ماكس في كام واحدة؟ في 3 ماكس، في ماكس البارامتر هنا. هنا الماكس الأولانية ديت السيجنتشر بتاعتها من أول فين؟ من أول كلمة ماكس لحد آخر بارامتر هنا. فهنا ماكس انتجر وانتجر، يعني هنا عايزه تقبل 2 انتجر وترجع بانتجر. تايم تمام. وهنا ماكس دبل، دبل تاخد دبل ودبل وترجع بدبل. اوكي، ماكس الاخيره دي بتاخد 3 دبل، دبل 1 و2 و3. يبقى هنا عندنا different parameter with the same name of the method. طبعا هنا لو قلت 3 و4 انهي ميثود اللي هيحصل لها كول؟ عندنا ميثود الاولانيه ولا الثانيه ولا الثالثه؟ انتجر وانتجر. يبقى كان هنا يعني كان الميثود بتتعرف بالاتي. اوكي،
كأن الميثود تتعرف بالآتي: باسم الميثود ورقم وأنواع البارامترز. يعني هنا ممكن تقول لي يحصل ambiguity، أقول لك ماشي، بس إحنا نعرف الميثود إزاي اللي هيحصل لها كول باسمها الأول، وبعد كده بنوع الإيه؟ بنوع البارامترز اللي موجودة. يعني هنا انتجر وانتجر يبقى أول واحدة اللي هيحصل لها كول، هنا دبل ودبل يبقى تاني واحدة اللي هيحصل لها كول، هنا دبل ودبل ودبل يبقى تالت واحدة اللي هيحصل لها كول. تمام؟ طيب ممكن يحصل ambiguity في عملية الكول ازاي؟ يعني ممكن ما تعرفش انهي ميثود اللي هيحصل لها كول، ودي حالة زي مثلا موجود في المثال ده. هنا بقول انتجر وانتجر، هنا ماكس انتجر وانتجر، فانت متوقع هنا ان هو يحصل ايه؟ انك انت تلاقي ماكس ليها اتنين انتجر، بس للاسف انت لقيت ماكس فيها انتجر وماكس تانية اسمها تاني بارامتر فيها دبل، والماكس التانية الميثود التانية دبل وانتجر. فطبعا الدبل هو اكبر من الانتجر، يعني انت الدبل ممكن يقبل الانتجر انما الانتجر ما يقبلش دبل. انا ناديت باتنين انتجر، فانا متوقع ان هو يكونوا اتنين انتجر او اتنين دبل او واحدة دبل وواحدة انتجر. فهنا اللي حصل ايه؟ واحدة انتجر والتانية انتجر، هيماتش مع دي يماتش مع دي، لان الانتجر ده هيماتش مع الانتجر ده، والاتنين دي تماتش مع الدبل. ماشي، ينفع الكلام ده. طب وهنا؟ هنا انتجر تماتش مع الدبل، تماتش مع الدبل، احسن ماتش مع الدبل مفيش مشكلة، والانتجر ده يماتش مع الانتجر ده، اه ماشي. يبقى هنا ممكن الاتنين دول يحصل لهم كول، اني واحدة اللي يحصل لها كول؟ هنا طبعا في ambiguity. انا استأذنكم بس في 10 دقايق اصلي العشاء واجي لكم تاني. هل هتقفلوا التسجيل لو انتوا بتسجلوا؟ لو انتوا بتسجلوا المحاضرة تقفلوا التسجيل بدل ما يطلع التسجيل كبير يعني. طيب الله يكرمكم. طيب السلام عليكم مؤقت كده. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل اللي هي الـ ambiguous of invocation، وده نتيجة الـ overloading. يبقى الـ overloading هنا عملت ممكن تعمل لنا مشكلة. طب نوع المشكلة دي ايه؟ ده syntax error و runtime error. نعرف الفرق احنا بين syntax error و runtime error، هل نعرف الفرق ولا لا؟ syntax error او compiling time error و runtime error، يعني بمعنى تاني، هل السيستم هيقبل مني الايرور ده ايوه مظبوط، هل السيستم هيقبل مني الايرور ده ولما يجي يعمل run يقول لي انا مش عارف انهي ميثود اللي عامل لها كول، مش فاهم. لا يعني السنتكس هنا يعني مقصود بيها لغويا مقبولة من الجافا ولا لا؟ لغويا غلط بالكتابة بالظبط، يعني هو مش هيعرف يعمل كومبايل ويطلع اكسكيوتابل فايل بالظبط زي ما انسى مثلا سيمي كولون. اوكي، هي بالظبط زي نفس النوع ده، الايرور ده يكتشفه بالظبط، سترينج كابيتال او سترينج سمول يكتشفه وانا بعمل كومبايل تايم، يقول انا مش عارف اي ميثود هيحصل لها كول.
انما الران تايم اثناء التسجيل يحصل زي مثلا ما قلت انت المثال دوت، افتح فايل مش موجود، اقسم على زيرو، دي انواع الران تايم ايرور. ده سينتاكس ايرور يعني، او في الكومبايل تايم ايرور، صيغه خاطئه. تمام. طيب احنا قلنا هنتكلم على السكوب واللوكال فاريبل. طيب بما انكم ما شاء الله عندكم يعني شكلكم عندكم خبرة شوية، يبقى نضيف ونزود برضو يعني هنا، معنى ايه سكوب ومعنى ايه لايف تايم، في فرق بينهم ولا لا؟ سكوب يعني ايه ولايف تايم يعني ايه؟ يعني احنا كده انتوا سألتوني سؤال في الاول على اللوكال فاريبل وهيفضل في الميموري ولا لا، يعني اللي سأل السؤال دوت هو قرا حاجة او فهم حاجة متعلقة بالسكوب ومتعلقة باللايف تايم اوف فاريبل. فهل نعرف الفرق بين السكوب وال ايه تعريف طب السكوب كديفينيشن؟ هو موجود في السلايد اهو، بس يعني مش ساينتفك قوي يعني. السكوب عباره عن حاجه اللي من خلالها اقدر اعرف الفاريبل تاثيره هيبقى لحد فين، فممكن يكون لوكال او جلوبال ماشي، بس مش تاثيره. هنا ممكن نقول الفيزابيليتي بتاعته، ليه اكسس، ممكن ليك اكسس عليه ولا لا. يعني ممكن نقول السكوب هو فيزابيليتي، يعني عرفت انتجر اكس مثلا، يعني قمت جيت في اي حته كده في البرنامج قلت له اكس بتساوي 5، هل هتبقى فيزيبل ولا لا؟ ده السؤال، فيزيبل ولا لا. لو فيزيبل يبقى ده السكوب بتاع الفاريبل، لو نوت فيزيبل يبقى السكوب بتاعها خير. طيب ايه بقى اللايف تايم؟ هم ليهم علاقه ببعض يعني، في جزء كده متشابهين فيه وفي جزء كده مختلفين فيه. اللايف تايم هو الفاريبل في الميموري ولا لا، الفاريبل ستيل في الميموري ولا لا، في فرق ولا مفيش فرق بين الاثنين، بين التو ديفينيشن لايف تايم والسكوب؟ في فرق، انا عندي اكسس على الفاريبل في الحته دي في الجزء ده، واللايف تايم لا، لايف تايم الفاريبل موجود في الميموري ولا مش موجود في الميموري، مفيش فرق؟ لا طبعا في فرق. طيب هقول لكم معظم يعني 70% نقول لو في لايف تايم يبقى في سكوب، لو في لايف تايم يبقى في سكوب. اوكي لو في لايف تايم في سكوب نسبة 70%، انما في حاجات تانية ممكن يبقى في سكوب ومالوش لايف تايم، وهديكم امثلة ان شاء الله، وممكن يبقى ليه لايف تايم ومالوش سكوب. يعني هنا لو رسمنا دايرتين، معرفش بقى اعرف ارسم هنا كده، لو رسمت رسمة كده وقلت دي سكوب، ورسمت رسمة تانية كده وقلت دي لايف تايم، يبقى ممكن هنا في الجزء اللي فيه الانترسيكشن ده في لايف تايم وفي سكوب، والجزء ده في سكوب ومالوش لايف تايم، والجزء ده في لايف تايم ومفيهوش سكوب. يعني هنا في سكوب ولايف تايم، هنا في سكوب ملوش لايف تايم، هنا في لايف تايم ملوش سكوب. الوايت بورد يعني واخد بورد تانية جديدة يعني. طيب اوكي، يعني قلنا عرفنا هنا ديت
خلينا نسمي ديت مثلا، نسمي ديت سوري، خلينا نسمي دي سكوب. خلينا نسمي ديت هنا لايف تايم كلمة. طيب اوكي، طبعا ده ديفينيشن حلو قوي. لايف تايم فاريبل اسوشيتد ويز بليس ان ميموري، هاي هاي ده ديفينيشن جميل. والسكوب بيس اوف كود وير فاريبل از فيزبل. يا سلام، تمام، عملت سيرش انت في النت ولا ايه؟ مظبوط، دي طيب بس يعني لا يعني هو ده الديفينيشن، مظبوط ده الديفينيشن اللي هو اللي احنا عايزين نقول عليه ده. ده بيتكلم عن الفيزابيلتي، وده بيتكلم على هو موجود في الميموري ولا لا، اسوشيتد معاه ميموري ولا لا. طيب ممكن بالعربي، ربنا يسهل. اللايف تايم ده معناها ان هو المتغير ده موجود في الميموري، ليه مساحة في الميموري، ليه مساحة في الميموري. طالما ان هو ليه مساحة في الميموري يبقى ده اللايف تايم بتاعته. خلاص، السكوب بيتكلم هنا على، بيتكلم على الايه، الفاريبل ده فيزابل مرئي، ممكن اعمل عليه اكسس ولا ما اقدرش اعمل عليه اكسس. ماشي، عليه اكسس ولا لا، اقدر اشوفه واتعامل معاه ولا لا، يمكن استخدامه او ما يمكنش استخدامه. تمام، يبقى ده السكوب. يعني هي الاكسس دي يعني اقدر اخد منه فاليو، اغير الفاليو بتاعته، يعني بنسميها اكسس يعني. اوكي طيب، ده الفرق بين السكوب واللايف تايم. احنا شغالين معظم الحاجات اللي احنا بنعملها شغالين في الجزء اللي هو الانترسكشن ده، شغالين في الانترسكشن ده اللي هو لا 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 يعني ان شاء الله هقول لكم بالتفصيل يعني اكتر، بس عايزين شويه نمشي قدام شويه ونشوف الفرق بينهم ايه. بس يعني مش هقدر اتكلم اكتر من كده، حاسس يعني ان احنا ايه هنطلع بره الموضوع ومش هنستفيد قوي. يعني هنا عايزين برضو نعرف ايه الاوبجكت والاستاتيك والنال والكلام ده ليها علاقه بالحاجات ديت. فخلينا احنا واقفين هنا ان هو يعني نبقى فاهمين ان في فرق بين السكوب واللايف تايم، وان في انترسكشن. ده معظم البرامج شغاله في الجزء ده، او معظم الميثود اللي احنا بنكتبها شغاله في الجزء ده، السكوب هو اللايف تايم، بس لا في فرق. اوكي نكمل. اوكي طيب، نرجع بقى لللوكال فاريبل. ايه اللوكال فاريبل؟ هو فاريبل متعرف جوه ميثود، او متعرف جوه داخل بلوك. طيب او بلوك، تمام. طب ينتهي امتى؟ ينتهي وانس ان البلوك ده اللي هو متعرف فيه انتهى. طيب هل في امثله؟ في امثله طبعا. احنا هنا في حاجه اسمها نستد بلوك، وممنوع ان انا اعرف فاريبل في نستد بلوك. الكلام نظري كتير، خلينا نشوف كود. هنا مثلا عندي ميثود اسمها ميثود 1، عرفت فيها فور لوب، وفي الفور لوب عرفت انتجر اي، وادي البلوك الخاصه، ادي البلوك الخاصه بمين؟ بالفور، بدايتها هنا ونهايتها هنا. اوكي
سوري، بدايتها هنا نهايتها هنا وبدايتها هنا، يبقى الاي سكوب بتاعتها الفيزابيلتي بتاعتها اقدر اعمل اكسس عليها، اقدر استخدمه من اول الفور لوب لحد نهايه البلوك هنا. طيب جيت عرفت جي جوه البلوك ده، بس عرفتها هنا اهو، يبقى الاكسسبيلتي بتاعتها او استخدمها فين، اقدر استخدمها من اول ما عرفتها لحد ما انتهى البلوك اللي موجوده فيه. طيب طيب في الجزء ده اللي هي فوق الجي وقبل الفور، طبعا هنا طبعا هنا ما اقدرش استخدم الجي، والاي برضو نفس الكلام، الاي ما اقدرش استخدمها بره الفور لوب ولا قبلها ولا بعدها. يبقى احنا كده بنتكلم على ايه، الاكسسبيليتي السكوب. طيب دي ده مش نستد، ده بلوك عادي، ده بلوك واحد بس، هنا بتكلم على الفور لوب، ده بلوك واحد بس. طيب تعال نشوف مثال تاني. هنا في بلوك عرفت فيه اي، طب البلوك اللي بعد خلصت، يعني هنا الاي ابتدت من اول الديفينيشن اهو وانتهت هنا. طيب ابتدت هنا وانتهت هنا، حلو قوي. طب يعني ممكن اكسس واي هنا؟ لا ما اقدرش اكسس واي هنا. طب اقدر اعرف واي بعد الفوق بعد السكوب ده انتهى؟ اقدر اعرف واي تاني، اي تاني، مفيش مشكله. طيب يبقى ده سيكونس، يعني هنا ده مش نيستد برضه بلوك، ده نون نيستد بلوك، ده سيكونس اوف بلوك، يبقى ممكن تعرف فاريبل خلصت بلوك تعرف فاريبل تاني، تمام. انما هنا دي الحاجه اللي ما تتقبلش في الجافا، ممكن تتقبل في السي، الناس اللي جايه من سي ممكن الكود ده يتقبل فيها. انا عرفت هنا انتجر اي، ده عرفته فين؟ في الميثود. طيب ايه السكوب بتاعه؟ ده السكوب بتاعه من اول ما اتعرف لحد ما نهايه الميثود ديت، من اول هنا من اول ما اتعرف الاي لحد نهايته. طيب انا جيت عرفت هنا فور لوب وعرفت فيها انتجر اي، ده كده بقى نستد، هنا بقى نستد بلوك، ما تقدرش هنا تعرف اي تاني، لازم تنتهي السكوب بتاعت الاي دي وتبتدي تعرف اي تاني لو تحب. انما هنا نستد بلوك هنا مش مقبوله اعرف اي في الاوتر بلوك واعرف اي تاني في الانر بلوك، في البلوك الخارجيه والبلوك الداخليه، ما اقدرش اعرف انا ايه بنفس الباري. طيب يبقى ده غير مقبول. تاني دي الكود ده لو حطيته في السي مقبول ما فيهاش مشكله، انما في الجافا مش مقبول. اوكي لوكال فاريبل مفيش نستد بلوك. اوكي في سؤال؟ طيب وده برضه مثال بيشرح الايه، السيكونس اوف فاريبلز. هنا نستد اوف بلوك، نستد اوف بلوكس ما فيهاش مشكله، اي هنا ابتدت في الفور لوب دي، خلصت في الفور لوب دي، اقدر اعرف واي تانيه ما فيهاش مشكله. انما هنا الاكس برضه، الاكس هنا انتجر اهو، انتجر متعرفه فين؟ متعرفه اول ما الميثود ابتدت، يعني هتنتهي هنا. طيب اقدر اعرف اكس جوه الفور لوب ديت جوه الانر بلوك؟ لا ما ينفعش. وصلت الفكره؟ طيب نتكلم على كلاس اسمه ماث. الماث ده كلاس كل الميثود اللي فيه اقدر اناديها دايركت من غير ما اعرف اوبجكت منها، وكل برضو الكونستانت اقدر اناديها دايركت من غير ما اعرف انستانس او اوبجكت منها. ازاي يعني؟ يعني ممكن اقول مثلا ماث دوت باي ماث دوت اي واستخدمها، اوكي، او انادي مثلا تريجونومتري ميثود مثلا، او اكسبوننت ميثود، راوندنج ميثود، مينيموم وماكسيموم وابسوليوت ميثود دايركتلي من الماث من غير ما اعرف. يا سلام بالظبط كده، دي ستاتيك ميثود، ما احنا قلنا شيرد، يعني انا مش محتاج اعرف اوبجكت منها بالظبط.
اكسلنت اي. يعني هنا مثلا لو قلت مثلا انا عندي ماش دوت ساين للزيرو هيريتيرن زيرو هنا. المهم بس مش المهم يريتيرن ايه، المهم ان انا استخدمت كلاس دوت ميثود دايركت واديته البارامتر ويرجع لي بقى بالفاليو اللي هو عايزه من غير ما اعرف اوبجكت زي ما عرفت في السكانر اوبجكت. وهنا برضو نفس الكلام بالنسبه للساين الكوساين وهكذا، مش محتاج ان انا اعرف اوبجكت. هنا برضو السيلينج، سيلينج نوع من انواع الراوندينج، والفلورينج نوع من انواع الراوندينج والراوند عشان نعرف امثله ليها. هنا السيلينج لو انا اديت له مثلا 2.1 هنا بيجيب اكبر انتجر، يرجع باكبر انتجر، يعني 2.1 يحولها على طول ل 3، دي بيسموها سيلينج، سقف يعني بتاعها ايه. 2 خلاص تبقى 2، ماينس 2 ماينس 2 ماينس 2.1 يجيب ماينس 2، 2.1 يجيب الفلور، يعني يعمل زي ما يعمل ترانكيت. ايوه يعني زي ما يعمل ايه الترانكيت هنا، يعني يشيل هنا الفلور، بتشيل الايه الفراكشن. طيب طبعا 2.1 هنا ماينس 2.1 يرجع بمين؟ بماينس 3، ان هنا بيدور على الفلورنج الاصغر، طبعا ماينس 3 اصغر اصغر ماينس 2. هنا طبعا راوند انتجر وراوند راوند، طبعا هنا لو هو اكبر من 2.5 يرجع ب 3. اوكي يعني دي بعض امثله للايه الميثود الموجوده في الماث، انا اديها دايركت وزاوت ديكليرنج اوبجكت من غير ما اعرف اوبجكت منها، سقف العدد مظبوط. هنا برضه الماكس بتوين تو انتجر او بتوين تو نمبر وابسوليوت، يعني يرجع هنا بالبوزيتيف سواء كان نيجاتيف او بوزيتيف. وراندوم يجنريت راندوم نمبر، وده بيرجع من 0 لاقل من 1، من 0 لاقل من 1. لو تعرفوا الانترفال، حد يعرف الانترفال دي معناها ايه؟ من 0 لاقل من 1، مفيش حد يعرفها؟ مفيش حد يعرف الانترفال دي؟ طيب نشوف اكسكلود بقى بالظبط. طيب هنا قلنا راندوم هترجع من زيرو لاقل من واحد، وهنا انا عايز الفاليو اللي ترجع دي ترجع بانتجر، فهنا مثلا هيطلع راندوم مثلا 0.5 مثلا، يضربها في 10 هتبقى مثلا 5، يحولها الانتجر وهكذا. فهنا الفاليوز لو انت كتبت رقم او كتبت الاستيتمنت دي يرجع بانتجر، رقم عشوائي بالظبط، ده هيرجع بانتجر سوري يرجع بدبل وهيضربه في 10. وهنا الماكسيمم قلنا 1، فواحد لو هيتضرب في 10 هيبقى كام؟ هيبقى 9 ماكسيمم صح؟ لان هو اقل من الواحد. وبعدين هنعمل له نحوله كاستنج، تعرفوا الكاستنج هنا؟ كاستنج حد يعرف الكاستنج؟ طب حد ما يعرفش الكاستنج؟ ايوه من نوع الاخر، هنا طبعا دبل انتجر دبل بالظبط كده، حد ما يعرفش؟ هيحول كل دوت من انتجر من دبل سوري من دبل لانتجر، في حد ما يعرفش الكلام ده؟ change data type. طيب اوكي، طب انا لو عايز انا value random من مثلا من 50 ل 99، ف هضرب هنا ال random دوت اضربه ب 50 يبقى هي generate رقم من 0 لاقل من 50 وبعدين اجمعه على 50، يبقى هنا ال statement ديت تطلع راندوم انتجر من 50 ل 99. سهلة دي ولا صعبة؟
طيب يعني انا ممكن اقول جنرالي عايز اجنريت رقم، عايز اجنريت رقم من A to B، يبقى هقول له A plus math random في B، يبقى هنا سوري هيجنريت رقم من ال A ل A plus B، وطبعا excluding ال A plus B. طيب انا كده خلصت النهارده الميثود بطريقه يعني سريعه شويه. المره الجايه ان شاء الله هنبتدي في الاريز، وخلاص على الاريز عشان نخش على طول في الكلاسز و الاوبجكت. هل في اسئله معينه تحبوا تسالوا يعني؟ اللهم آمين. طيب ما في أسئلة يعني؟ طيب يعني ممكن أقفل يعني الكلاس على كده. أنا بصراحة بتضايق لما فيش أسئلة، يعني في أسئلة يعني في ناس متجاوبة وعايزة تفهم وعايزة تعرف أكتر. اللايف تايم دي يعني لا، إن شاء الله يعني في ميعادها إن شاء الله هشرح اللايف تايم في ميعادها، يعني عايزين ناخد خبرة شوية، عايزين ناخد خبرة شوية في الأوبجكت والكلاس والماب، إن شاء الله هنشرحها بس قدام شوية. الله، ده طبعا احنا الكورس ده عشان الكوليكشنز والحاجات دي، بس هي مقدمة كده بسيطة على الميثود، وان شاء الله نكمل يعني لا يعني هو بس ده يعني كم محاضرة كده مقدمة قبل ما اخش على الكوليكشن. وانا ما تفرقش معايا يعني كل ده ماشي على الجافا كلها، يعني مش هتفرق، ما بنتكلمش على بلاتفورم معين يعني. يعني احنا قلنا في اول محاضرة في كونسبت كده معينة المفروض ان احنا ندرسها. دي يعني يا ريت نقول ايه، ثواني تتخين. طيب يعني هو انا كنت بتكلم على ايوه بالظبط كده، اللي احنا هندرسه ده اللي احنا هندرسه ده ده ندرس كونسبت لجافا بروجرامينج لانجوج عشان نبقى نطبقه بعد كده في اي مجال تاني، مثلا في النتورك بروجرامينج. يعني دخلت انت في النتورك بروجرامينج مثلا، يعني لازم هتستخدم داتا ستراكشر، مظبوط؟ لما تيجي تستخدم داتا ستراكشر وانت مش عارف تستخدم، عايز تطبق نتورك بروجرامينج وسوكيت ومش عارف ايه، وعايز تعرف اليوزرز وتعمل تخزن الداتا في حاجات، طيب وما تعرفش داتا ستراكشر، احنا قلنا اي برنامج فيه الجوريزم وداتا ستراكشر، يبقى اتعلمت نتورك بروجرامينج بس مش هتعرف تطبقه في حاجه. اتعلمت اندرويد وعايز تعمل برنامج جافا مش هتعرف تعمل حاجه. لازم يبقى عندك الكونسبت، لازم تعرف تتعامل مع داتا ستراكشر عشان تعرف تتعامل مع كل الدومينز دي. وقلنا تاني ان انت لما تتعلم بروجرامينج لانجويج زي الجافا خلصها
بصفة كاملة، أو إنك أنت تبقى يعني بروفيشنال فيها. وقلت لكم ليه جافا، وقلت لكم هنا اللي هو الجافا دي دومينيتد إزاي من فترة طويلة أكتر من السي، وأكتر من السي بلس بلس والسي شارب والكلام ده. سي شارب بص عاملين فين، نازلة فين. فتعلم جافا سهل. لو اتعلمت جافا وتعلمت كل الحاجات ديت، انك انت تعرف تتحول من ايه، من جافا لبايثون لفي بي دوت نت بالظبط، زي ما انت مثلا اتعلمت عربي عايز تتعلم انجليزي، هتقول بقى طب فين الفعل، فين الفاعل، فين الاوامر اللي زي مش عارف ايه، يعني هيبقى عندك باك جراوند تعرف انت تتحول على طول لاي بروجرامنج لانجوج تاني. ده قصدي يعني بالكورس دوت، ان انا داخل هنا هو ككونسبت، بتكلم على كونسبت اللي هتطبقه في اي مجال. انا ما انا بعته، معرفش بقى يعني تسألي بقى اللي هم التكنيكال سبورت هم يجاوبوا يعني على الموضوع ده. ما تاني احنا يعني انا هدفي ان انا يعني اكفر الكونسبتس اللي هتنفع كل الدنيا. ماشي طيب. والله انا يعني لو لقيت كده يعني متجاوبين معايا، انا نفسي ادي الكورس بتاع الالجوريزم، لانه هو يعني محتاج صبر شوية، محتاج باك جراوند كويسة. فأتمنى طبعا إن نكمل ونخش في الألجوريزم. طيب ما شاء الله. يعني هو طبعا مشكلة الألجوريزم إن هو ممكن يتبصله حقيقة، يعني إن هو ممكن يتبصله بشكل نيه problem solving وبعض البرامج وانتهى الموضوع على كده. انما لا، احنا عايزين نشوف الابروتش اللي نستخدمها، ايه المفاهيم المختلفه ان انا ابني بيها الجوريزم، ازاي اعرف اقيس سرعه الجوريزم، ازاي اقارن بين الجوريزم والجوريزم. يعني دي المهمه. اه بالظبط كده، دي حاجه مهمه جدا. ويعني وربنا يسهل يعني ونفيدكم فيها يعني. بالظبط كده. فطبعا يعني عندنا انواع بقى الالجوريزم، بقى الريكيرجن والنون ريكيرجن الجوريزم. فطبعا دي ليها طريقه في الاناليسيس، دي ليها طريقه في الاناليسيس. يعني نتمنى ان احنا نعمل كفرج للكلام دوت، ممتع يعني. بس عايز الناس اللي هي بتاع كليه حاسبات وسي اس، هنسوي برامج يعني ان شاء الله. احنا المفروض ان احنا نعمل براكتس يعني. ولو في طيب، ولو في مقترحات للابليكيشن ممكن نشترك فيها، اهلا وسهلا يعني. ممكن تقترحوها عليا ان شاء الله في المحاضرة الجاية. طيب اي سؤال تاني؟ لا نتوركينج انا مش هتكلم عن نتوركينج يعني، انا ما مش هتكلم عليها. بس يعني ممكن مثلا بعدين يعني احنا نتكلم على سوكت بروجرامينج والكلام ده، مفيش مشكلة، والويب سيرفيس. بس هو الكلام ده كله تاني من غير الداتا ستراكشر والالجوريزم ملوش معنى. يعني انا عملت ويب سيرفيس، طب بتعمل ايه الويب سيرفيس ديت؟ اوكي. والجي او اي يعني ما هياش حاجه ساينتفك. الجي او اي يعني ممكن نشرح كده شويه ازاي تعمل فريم، تعمل ويندو بسيطه، ما فيش مشكله. انما وممكن انت لو عملت سيرش في يوتيوب جي او اي هتلاقي حاجات كتير. انما يعني تاني عايزين نتكلم على الكونسبتس، الساينتفك كونسبتس اللي هي هتفيدك في كل الدومينز اللي ملهاش غيرها، اي بروجرامر ما يقدرش يستغنى عنها. أساسيات بالظبط كده.
طبعا هنتكلم على الاوبجكت اورينتد بروجرامينج ده ان شاء الله يعني كمان المحاضره اللي بعد الجايه او حاجه يعني خش فيها بالتفصيل ديبل يعني زي ما انتوا عاوزين. طيب طيب اشوف وشكم بخير. داتابيز طيب ما ممكن يعني نحاول ان احنا نعمل مثال هاو تو اكسس على داتابيز، بس يعني هو ملوش علاقه قوي بالكورس دوت، بس يعني لو شايفينه ان هو مفيد مفيش مشكله. بس يعني لو انا هتكلم على حاجه زي كده المفروض مثلا ايه ادي انترودكشن برضو للداتابيز يعني، انما لا يعني انا بس هفتح ازاي نتكلم على الاو دي بي سي وندمجهم مع بعض مثال بسيط كده وبس يعني مفيش مشكله يعني، بدون دخول بقى في تفاصيل ازاي ابني بقى داتابيز والريليشنال داتابيز والاكس ام ال والكلام ده، لا مجرد بس ان احنا نعمل نتعامل مع داتابيز مفيش مشكله ان شاء الله. ممكن دي نحطها في الاجنده، لو ان شاء الله نحطها في الاجنده يعني. مفيش مشكلة إن شاء الله يعني، لا يعني هو ما يعني أنا حتة بس إن أنا أفتح داتابيز يعني مستبوخة شوية يعني، بس يعني بدل أنتوا عاوزين إنك أنتوا نفتح داتابيز ونتعامل معاها انسيرت وريتريف مفيش مشكلة، إنما مش هتعرض للداتابيز نفسها يعني. يعني ده كورس مثلا، ده كورس مختلف يعني شوية، ندرس انبوت واوتبوت طبعا، بس يعني لا هو احنا المفروض ان احنا يعني اللي هو السكانر والسيستم دوت اوت والبرنت المفروض يعني المفروض ان انتوا عندكم خبره عنها، بس يعني برضو نعدي عليها كده سريعا مفيش مشكله. قصدك يعني اي دي اي ممكن نستخدم، انا بستخدم نت بينز مريحني بصراحه، بس برضو لما كنت استخدمت اي كليبس ما فيش مشكلة ما فيش فرق فيها يعني. الله يكرمك. ما فيش مشكلة نعمل مثال إن شاء الله. الدين. طيب لا والله أنا تحت أمركم، أنا يعني سعدت بيكم يعني. ويعني وربنا بس يعني يجعله في ميزان حسناتنا الفاضي خالص ده. آمين يا رب. طيب إن شاء الله. طيب أستودعكم الله. الله يكرمكم. الله يكرمكم. طيب. طيب السلام عليكم، مع السلامة.